رغم الاداء نتاع المجموعه واختل التفكير ويولي التفكير ايجابي، التفكير نتاع يلعب في سكيجابيل موا فوتبول جوست من القواعد نتاعو صح. هذا هو اللي تولي يقولي ما تنسى كان مع سيفوزي بنزالي خاطر اللي ترموها الدرنير تويتر كان معك انت. والله ما انا ما عنديش في الستاتيستيك اللي عندك، انا والله ما نعرف شنو عندي في تويتر خاطر جي جامي بونسي اسا ديما نخمم حاجه برك معناتها كيفاش تربح ماتشك كيفاش تفرح الجمهور اللي ينتظر فيك كيما تشوفوا من يوم رمضان والماتش الاربعه نتاع العشيه وتعبوا الجمهور كان متكفف تقريبا على الاقل 25 الف متفرج. فبرمو معناتها هذاك نخمم فيه معناتها حتى كي نبدا جاي الاستاد نخمم كل الجمهور معناتها كيفاش نحبوا يروح فرحان ويروح زين. والبطوله ولا الالقاب ولا الربح راهو ما يجيش باي طريقه، في يجي طريقه نظيفه، الطريقه نتاع انا نسميها كره اللي يلزمها تتلعب مع البذ المجهودات مع التضحيات في جابيل مواس وفرنس انا بريزو نو جوار دو سوفير رغم السخانة رغم الماتشوات الثقيلة برشا في وقت الوقات رغم اللعبنا تقريبا أكثر من 10 مقابلة زيدين على برشا فرق لكن كنا موجودين والحمد لله ونشكر الناس كل على هذا معناتها بطبيعة الحال الناس كل سامي في هذا سونس اكسبسيون دار فني دار تربية إدارة وخاصة نشكر اللاعبين تاعي معناتها عندنا موسم الاستثنائي النجم الرياضي الساحلي إن شاء الله بقدر تربية. هذا تعب نتاع جمهور كامل نتاع جوالات نتاع مسؤولين الحمد لله فرحنا جمهور نتاعنا وبالتيتر هذه بالبطولة هذه قاعد استنى فيها 3 سنين وان شاء الله بقدرة ربي نفرحهم في الجاي ان شاء الله اللي جاي خير بقدرة ربي ان شاء الله. رينا جمهور النجم الساحلي كالعادة حب كبير لنضال سعيد. صحيح جمهور النجم الساحلي عمري ما ننسى فضله نتاعه ان شاء الله اخويا كيما وقفوا معايا في الباب الخايب ان شاء الله نفرحهم ان شاء الله. اكثر حاجه خلت ليتوال تاع الشامبيونال السنه هي اللحمه اللي في الجروب وهي القلب الصافي نتاع الجوالات معنا جينيراسيون ديما اقوى جينيراسيون في تونس معنا في الجروب باهي الكل اقرب لبعض الجوان كيما الكبير كيما الصغير قلوب صافي الحمد لله معنا هذيك اول شيء اللي خلى ليتوال هكا معنا فيستير باهي. لقب جاء عن جدار عرفنا كيفاش نجيبوه كوسوسوا من تونس كوسوسوا من سوسة كوسوسوا من صفاقس كوسوسوا من بنزرت مشينا اللي كيبات الكل ما خسرناش عرفنا كيفاش نربحوا عرفنا كيفاش نجيبوا اللقب هذا لقب رائع جروب باهي انترنور باهي مسؤولين باهيين طبيب باهي قاعدين نخدموا على روحنا ان شاء الله ربي معنا. ربنا يخليك شادي نقول الحمد لله الولاد ساهموا بقدر كبير في البطوله دي وخصوصا في الماتشات بتاع مع الفرق اللي كانت دايما موجود معنا في المنافسه. المنافسه كانت صعبه جدا ان شاء الله باذن الله نحافظ على المستوى دوت واحنا شفنا احنا لما نحتاج اكتر من حارس الحمد لله بيبقوا موجودين سواء ايمن ولا زياد معهم حمود ووليد ان شاء الله يا رب دايما يبقى في استقرار في حراسة المرمى في الإطوال ودايما الأولاد يبقى ليهم دور مؤثر في البطولات اللي بيخوضها الإطوال وإن شاء الله من حسن لأحسن. ماذا كنت تهدي التتويجة دي؟ أهدي لعيلتي كلها والجمهور الإطوال اللي تعب معنا كتير إن شاء الله دايما يا رب نفرحه لأن الفرحة اللي الواحد بيشوفها في سوسة بتخلي الواحد دايما يحاول ان هو يدور على البطولة اللي جاية ان شاء الله من بطولة لبطولة دايما يا رب فرحانين وان شاء الله دايما يا رب من حسن لأحسن. والله الحمد لله يا رب تيتر تعبنا عليه على الاخر جاء الوقت باش نفرحوا بيه او معنا عادينا البريود الصعب الكل جاءوا بتعبهم والحمد لله يا رب معنا توجنا في الاخر فرحنا الساحل الكل والزفاليس الكل الحمد لله. رامي كلمة جمهور النجم الساحلي للديبلاس اليوم 20,000 متفرج جاب شي فرحة معك. والله الحمد لله الواحد يفرح يبنى عنده جمهور كما هكا وراه سورتو معناها في مباراة احتفالية كما هكا تشوفوا معناها تحسهم كل فرحانين وحس الواحد كان عند حد الثقة نتاعهم ان شاء الله كل عام هكا ان شاء الله ديما زين ونديما نفرحهم ان شاء الله. والله صحيح هذا اللي تتوجهم ياسر غاب على خزينه نجم الساحل عنده مده الحمد لله سنه وفقنا ربي باش نتوجب اللقب هذا الحمد لله تعبنا مش خساره ان شاء الله نكملوا نخدموا روحنا ان شاء الله جاي خير لكم ان شاء الله.